غالبا غالبا ابو حمود مشيجح يسرع وراح للاردن وقالوا الدكتور الشعبي حق الاردن حط قرعه بس خمه خم تفسخ وتحضنه تحضن. يقول ما قعدنا 5 ايام الا منقطع عنه هالصرع، منقطع عنه الكهرب، منقطع من كل شيء. صحيح يا بندر، مجرب عيالي ونفعت 100% الحمد لله. مستشفى الحبيب رفضوا يطلعوا يدي مستشفى اللي ياخذ العلاج ورفضنا، وحطينا معه قرعه بفراش كل يوم. ايام الاول بتنفجر قرعه، تصل انفجارها الى الغماء. هذا سمعت بقرعه تنفجر ما عمرك سمعت به. تخمر تخثر قرعه، لكن اذا صار فيها مشكله المكان تسحب جميع الشحنات. طبعا ما تفتح قرعه، تخلى على عداله يا بندر، تقعد له 15 يوم 10 ايام بالسياره يحط وحده. يعني صارت حال مستعصي يكثر القرع بالسياره، الاطفال بالغرفه النوم المفروض يحط عندهم قرع علشان الابان والاباد وذولي والاجهزه كلها تسحب الكهرباء عنهم. اللي شفوا عن طريقي انا يا ابو بندر، يا بندر قسما بالله العظيم ما تخيل عقلك، انهم بالالاف اللي يدقون علي واستفادوا فائده عظيمه. يعني عارف ناس ياخذون علاج، جدعوا علاج الان وبدا يتعالجون عن طريق القرع.